أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف الجمع بين قوله تعالى وننشئكم فيما لا تعلمون، حيث مر معنا أن هذا يكون يوم القيامة بحيث يبعث الناس على غير حالتهم، وبين قوله تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده فالناس يبعثون كما هم؟ لكن الله قادر على أن يحول، يبعثون كما هم لكن قادر على أن يحول هذا في الدنيا ويبعثهم قردة وخنازير، كما قال الله جل وعلا لأصحاب السبت: كونوا قردة خاسئين، فمسخهم الله عز وجل. نعم، الله قادر على كل شيء. نعم. السلام عليكم سماحة الوالد. وأيضا كما ذكروا أنه الإنسان في الآخرة يختلف عنه في الدنيا، يكون له حالة غير حالته في الدنيا، لا يعتريه مرض، لا يعتريه موت في الجنة، لا يعتريه كبر، لا يعتريه هرم، طويل الجسم، طويل القامة. وأصحاب النار أيضا يعطون قوة على تحمل النار ولا يحترقون ليتمدد عذابهم فيها والعياذ بالله. فالله ينشئهم في الآخرة خلقا آخر غير خلقتهم في الدنيا. نعم.